أهلا بكم مشاهدينا في جولة على أبرز الصحف الأجنبية التي ركزت على أوضاع المدنيين في رفح، مشيرة إلى أنه رغم ادعاء إسرائيل أنها لن تشن هجوما شاملا على المدينة، فإن ذلك لن يبعد الانتقادات الدولية، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية المرجح أن يخلفها هذا الهجوم. في صحيفة واشنطن بوست، تطرق إيشان ثارور إلى أوضاع النازحين في رفح مع قرب الهجوم البري الإسرائيلي، وأشار إلى أنه رغم اعتبار الخبراء أن حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على اجتياح رفح بزعم القضاء على الحركة، متجاهلا التحذيرات الدولية المتعلقة بالكوارث التي قد تلحق بالمدنيين. وأضاف أن اجتياح رفح قد يعني اضطرار مئات الآلاف للجوء إلى مصر في محاولة لتجنب ويلات الحرب، وهو أمر رفضته القاهرة مرارا. كما أضاف أنه في حال لم يتمكن سكان رفح من التوجه إلى مصر فإنهم سيضطرون للعودة إلى مناطق أخرى في غزة أحدثت فيها إسرائيل بالفعل سلسلة من الدمار. كما رأى الكاتب أن خطط نتنياهو لاجتياح رفح قد تزيد الضغوط الداخلية عليه، إذ عادت الاحتجاجات الحاشدة المناهضة والتي تدعوه إلى إعطاء الأولوية لإطلاق سراح المحتجزين بدلا من تحقيق أهدافه العسكرية. ننتقل إلى التالي. في موقع بلومبرج الأمريكي، أشار هنري ماير إلى أن إصرار إسرائيل على هجوم رفح من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الدعم الدولي الذي حظيت به على خلفية الهجوم الإيراني الأخير، وأضاف أنه رغم حديث إسرائيل عن أن هجوم رفح لن يكون شاملا، فمن غير المرجح أن يصرف الانتقادات عنها، كما أنه قد يعرقل عودة المحتجزين. كما لفت الكاتب إلى أن هجوم رفح سيزيد القلق العالمي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، والتي باتت تمثل مشكلة لبايدن أيضا في ظل غضب الناخبين الشباب من دعمه لإسرائيل، والذي ترجم باحتجاجات داخل الجامعات الأمريكية. أما في صحيفة لوفيغارو، تطرق أيضا مارك أونري إلى الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح رفح، وأشار إلى أن اجتياح المدينة ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو الذي سيقرر ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيجتاحها أم لا. وأضاف أن على نتنياهو أن يأخذ في الاعتبار الغضب الدولي الذي يمكن أن يحدثه سقوط آلاف الضحايا المدنيين إذا قام جيشه باجتياح رفح، لا سيما أن بايدن يعارض خطة الهجوم، وسيزيد ذلك من التوترات مع الولايات المتحدة، خاصة مع طلبها التحقيق في اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مستشفيي ناصر والشفاء. أما في صحيفة الجارديان البريطانية، فتوقفت عند ممارسات الشرطة الأمريكية خلال الاحتجاجات الطلابية المنددة بالعدوان على غزة، وأشارت إلى أن الشرطة نفذت اعتقالات وحملة قمع داخل جامعة إيموري في ولاية جورجيا، واستخدمت الرصاص المطاطية والغاز المسيل للدموع بعد أن نصب الطلاب خياما تضامنا مع غزة. وأضاف أن مقاطع الفيديو أظهرت الطلاب وهم يتجمعون سلميا ويحملون لافتات كتب عليها مخيم التضامن مع غزة. كما نقلت الصحيفة عن أحد الطلاب أن بعض زملائه قد تعرضوا للصعق بالكهرباء على يد قوات الشرطة، التي استخدمت كذلك الرصاص المطاطية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، واعتقلت عددا كبيرا منهم. إلى هنا تنتهي فقرة الصحافة، عودة إلى الزميل محمد واستكمال للتغطية.